ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة، لأنه دون طواف الزيارة، وإن كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت. وعن أبي حنيفة أنه يجب شاة إلا أن الأول أصح هداية. يبقى هنا احنا شفنا في طواف القدوم إن طافه محدثا حدثا أصغر فعليه صدقة، وفي طواف الزيارة إن طافه محدثا حدثا أصغر فعليه إيه؟ شاة. طيب إيه اللي ما بين الصدقة؟ المفروض في الواجب هنا نتوقع أن يكون في شيء ما بين الصدقة والإيه؟ والشاة. فلا شيء بين الصدقة والشاة، يعني في طواف السنة تجب عليه صدقة إن طاف محدثا حدثا أصغر، في طواف الفرض تجب عليه شاة إن طاف محدثا حدثا أصغر. هنا الطواف واجب، فيعني نتوقع أن يكون الجزاء شيئا بين الصدقة والشاة، ولا شيء بين الصدقة والإيه والشاة من جزاءات الحج. في طبعا أشياء كثيرة بين الصدقة والشاة، لكن احنا بنتكلم بينهما من جزاءات الإيه الحج، لا شيء بينهما. إذن إما أن يكون الجزاء جزاء الطواف محدثا في طواف القدوم، أو جزاء ذلك في طواف الإيه في طواف الزيارة. يتوقع أن المسألة هذا أو ذاك، فالأصح أنه عليه صدقة كطواف الإيه القدوم. وعن أبي حنيفة أنه عليه شاء، لكن ذكروا أن الأول أصح الأول، وهو أنه عليه إيه صدقة تماما كطواف الإيه القدوم. طيب، وإن كان طاف جنبا فعليه شاة. طبعا ده برضو أيضا مثله مثل طواف الإيه القدوم محدثا، عليه أيضا شاة، لكنه يخالف طواف الزيارة محدثا إذ عليه بدنة في هذه الحالة. قال: وإن كان طاف جنبا، يعني وإن كان طواف الصدر جنبا فعليه شاة، لأنه نقص كثير. ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة، يبقى هو نقص كثير، يبقى عليه جزاء كبير. طيب، جزاء كبير يبقى بدنة ولا شاة؟ قال لك لا، يبقى شاة. ليه؟ لأن رتبته دون رتبة طواف الإيه الزيارة. قال: ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة هداية. وفي التصحيح، يعني في تصحيح العلامة قاسم القدوري، قال الإسبيجابي: وهذا في رواية أبي سليمان وفي رواية أبي حفص أوجب الدم فيهما، والأصح الأول. أوجب الدم فيهما، يعني في الطواف محدثا حدثا أكبر وفي الطواف محدثا حدثا أصغر، والأصح الأول، إنه في الأصغر عليه صدقة وفي الأكبر عليه شاة. واضح يا مولانا؟ طبعا في بقى مسألة يعني ذكرناها بالنسبة للطواف مع الحدث، لو أردتم أن تكتبوا هذا الكلام، قاعدة مهمة. إيه القاعدة دي بقى؟ إيه بتقول؟ إيه بتقول؟ متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم عاده سقط موجبه. متى طاف أي المحرم أي طواف من الطوافات، يعني طواف القدوم أو طواف الزيارة أو طواف الإيه الصدر، مع أي حدث، يعني طاف أي طواف مع أي إيه حدث، يعني مع الحدث الأصغر أو مع الحدث الإيه الأكبر، اللي هي كم حالة؟ ست حالات، اللي هو طاف الايه القدوم مع الحدث الاصغر، طاف القدوم مع الحدث الاكبر، طاف الزياره مع الاصغر، طاف الزياره مع الاكبر، طاف الوداع مع الاصغر، طاف الوداع مع الايه الاكبر. في كل هذه الانواع السته ان اعاد الطواف سقط موجبه، يعني طبعا موجبه يعني ما يجب عليه من الجزاء. فإذا كان عليه صدقة تسقط الصدقة إن أعاد الطواف، إذا كان عليه شاة تسقط الشاة إن أعاد الطواف، إن كان عليه بدنة تسقط البدنة إن أعاد الإيه الطواف. واضح يا مولانا؟ طيب، إحنا طبعا في الستة أنواع في عندنا نوعان فيهما بدنة، تمام، وفي إيه ثلاثة أنواع أو في نوعان فيهما بدنة باتفاق، وفي نوع في صدقة باتفاق،
وفي نوعان فيهما شاة باتفاق، يبقى فاضل نوع واحد ده اللي اختلفوا هل فيه ايه؟ شاة ام فيه صدقة؟ واضح؟ يبقى فيه حاجتين فيهم بدنة، اللي هو ايه بقى؟ ولا في حاجة اللي فيها بدنة؟ لا، في حاجة واحدة بس اللي فيها بدنة، هو في حاجتين فيهم بدنة في الجنايات كلها، اللي هي إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، فهذه ليست معنا الآن من الست حالات. يبقى احنا عندنا حالة فيها بدنة اللي هي ايه بقى؟ إن طاف طواف الزيارة جنبا، دي الحالة الوحيدة اللي فيها بدنة. طب والحالات اللي فيها شاه؟ إن طاف طواف القدوم جنبا، هذه حالة. الحالة الثانية إن طاف طواف الزيارة محدثا حدثا أصغر. الحالة الثالثة إن طاف طواف الوداع محدثا حدثا أصغر. يبقى دي ثلاثة مع البدنة يبقى أربعة. نعم، طواف الوداع أيوة. إذا طاف طواف الإيه؟ ما احنا قلنا إذا طاف طواف القدوم مع الحدث الأكبر يبقى عليه شاء، أو طاف طواف الزيارة مع الحدث الأصغر عليه شاء، أو طاف طواف الصدر اللي هو الوداع مع الحدث الأكبر عليه إيه شاء. فدي ثلاثة محل اتفاق. وإن طاف طواف الزيارة مع الحدث الأكبر عليه بدنة، دي الرابعة محل الإيه؟ الاتفاق. وبعدين في صدقة محل اتفاق اللي هي إيه؟ إن طاف طواف القدوم مع الحدث الأصغر، يبقى ده عليه صدقة، دي محل اتفاق. يبقى بدنة في حالة، وصدقة في حالة، وشاة في ثلاث حالات، وكل دول محل اتفاق. الحالة الوحيدة اللي هي فيها خلاف اللي هو إن طاف طواف الصدر مع الحدث الإيه؟ الأصغر، هل عليه صدقة أم عليه شاة؟ الأصح أن عليه صدقة. واضح؟ ففي كل هذه الأنواع الستة إن أعاد الطواف سقط موجبه، يبقى تسقط الشاة ويسقط الإيه؟ ويسقط البدنة وتسقط الإيه؟ الصدقة إن أعاد الإيه؟ الطواف. خلاص كده؟ إلا نعم؟ ماشي، ما هذه ما ذكرت، متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط موجبه، ثم أعاده سقط موجبه، يعني سقط الجزاء. إلا إن أعاد طواف الفرد للجنابة بعد أيام النحر فعليه دم للتأخير. خلي بالك، أنت أصلا عندك طواف الزيارة مؤقت بماذا؟ مؤقت بأيام النحر الثلاثة. همليك يا مولانا، بس افهم الأول بعدين هكتب. إلا هكتب، أهو اللي عايز يكتب. إلا إن أعاد طواف الزيارة اللي هو الفرض، يعني إلا إن أعاد طواف الفرض للجنابة بعد أيام النحر فعليه دم للتأخير. إلا إن أعاد طواف الايه؟ الزيارة للجنابة بعد أيام النحر، فده بيبقى عليه ايه؟ عليه دم أي شاة للتأخير. ايه المسألة هذه؟ احنا قلنا أي طواف بيعيده، أي طواف طافه مع الحدث وأعاده، يبقى يسقط الموجب، موجب الايه؟ الجناية، يسقط الجزاء الذي عليه. فمثلا إن طاف جنبا، إن طاف طواف الزيارة جنبا، ما جزاؤه؟ عليه ماذا؟ عليه بدنة. إن طاف طواف الزيارة جنبا عليه بدنة. طيب إن أعاده يسقط الجزاء، تسقط البدنة، لا جزاء عليه. اللهم إلا إن أعاده بعد أيام النحر. ليه بقى؟ لأن أصلا أنتم تعلمون أن طواف الزيارة إن مؤقت بأيام النحر، فإن طافه بعد أيام النحر عليه دم، عليه دم التأخير أو دم التأخر. واضح؟ فنفس الكلام هنا، إذا كان طاف طواف الزيارة محدثا حدثا أكبر، يعني مع الجنابة أو مع الحيض والنفاس طبعا كالجنابة، إيه الحكم؟ الحكم أن عليه بدنة. طيب إن أعاد في أيام النحر سقط موجب الجناية. طيب إن أعاد بعد أيام النحر، بنقول ايضا سقط موجب الجنايه، لكن يلزمه ايه؟ دم التاخير. مش ده، مش دم الجنايه اللي هي الطواف مع الجنابه، انما هذا دم الايه؟ التاخير، انه اخره عن وقته المحدد له. واضح يا مولانا؟ طيب
الدم رغم نعم الدم رغم الشارع. الدم اذا اطلق فالمقصود به الشارع او سبع البدن. نعم. وبعدين لو اردتم ان تكتبوا ايضا في مساله ثانيه مهمه في هذه انطاف للزياره جنبا. انطاف للزياره ايه؟ جنبا. وللصدر بعده طاهرا. انطاف للزياره جنبا وطاف للصدر يعني طواف الوداع بعده طاهرا. انتقل طوافه للزياره. انتقل طوافه للايه؟ للزياره. ايه معنى المساله دي؟ المساله انه طاف للزياره جنبا. قلنا يبقى ايه الحكم؟ يجب عليه الاعاده. طاف طواف الزيارة جنبا ثم طاف بعده طواف الصدر طاهرا. يبقى طاف سبع أشواط مثلا للزيارة مع الجنابة، وبعدين طاف بعد ذلك طواف الوداع سبعة أشواط طاهرا. فإيه الحكم هنا؟ الحكم هنا أنه ينتقل تنتقل الأصوات السبعة اللي هي طواف الوداع إلى طواف الإيه؟ الزيارة. يبقى دي كانه يبقى هنا كانه اعاد طواف الايه؟ الزياره. يبقى اشواط الطواف في الصدر تنتقل الى الزياره اللي هي يجب اعادتها. واضح؟ ويبقى هو هنا ترك ايه؟ كانه ترك طواف الصدر. ان اعاده ثانيا فكانه ما ترك، لكن ان لم يعده ترك طواف الايه؟ ترك طواف الصدر. يبقى ايه الحكم يا شباب؟ ايه الحكم يا مشايخ هنا؟ هيبقى عليه شاة لترك طواف الصدر، مش احنا قلنا ترك واجب من الحج عليه شاة، يبقى عليه شاة لترك طواف الايه؟ الصدر. طب وعليه حاجة بالنسبة لطواف الزيارة جنبا؟ إذا فعله بعد أيام النحر. نعم، فتح الله عليه. إذا كان طاف طواف الصدر بعد أيام النحر يبقى عليه دمان لا دم واحد. إذا كان طاف طواف الصدر قبل يعني في أيام النحر فعليه دم واحد. لتركه طواف الصدر. تمام كده؟ يبقى إيه المسألة عندنا؟ نعم، المسألة عندنا أنه طاف طواف الزيارة جنبا ثم طاف بعده طواف الصدر طاهرا. فرقم واحد بينتقل بتنتقل الأشواط في طواف الصدر إلى طواف الإيه؟ الزيارة. تمام؟ وبعدين نشوف بقى عليه دم أو عليه دمان. ففي حالة عليه دمان وفي حالة عليه دم إيه؟ واحد. الحالة الأولى إن كان طاف طواف الصدر في أيام النحر فهنا عليه دم إيه؟ واحد، اللي هو دمه إيه؟ ترك طواف الصدر اللي هو عمله، بس تركه هو عمله فعلا لكنه كأنه تركه لانتقال أشواطه إلى طواف الزيارة. يبقى ده عليه دم ايه؟ واحد، لتركيه طواف الايه؟ الصدر. ولذلك لو طاف طواف الصدر ثانيا يسقط هذا الدم. واضح؟ طيب ان كان طاف للصدر بعد ايام النحر يبقى فيبقى الاشواط بتنتقل برضه تنتقل الى اطواف الايه؟ الزياره. يبقى في هذه الحاله عليه دم او دمان؟ عليه دمان. الدم الاول لتركيه طواف الصدر اللي هو طافه فعلا بس كانه تركه لانتقال الاشواط الى طواف الزياره، والدم الثاني لأنه وقع طواف الزيارة بعد أيام النحر فيبقى عليه دم إيه؟ ثان. واضح يا مولانا؟ طيب يبقى عليه دم. يبقى لو أردتم أن تكتبوا اللي الكلام اللي أنا أمليته، ثم إن طاف للزيارة جنبا وللصدر بعده طاهرا انتقل طوافه للزيارة، هذا أمليناه. فإن كان في أيام النحر فعليه دم لترك الصدر. فإن كان في أيام النحر يعني إن كان طواف الصدر في أيام النحر فعليه دم واحد. ليه؟ لتركيه الصدر رغم أنه ما تركوش فعلا لكنه في حكم من تركه لانتقال أشواطه إلى طواف الزيارة. معايا يا مولانا ولا مش فاهم؟ طيب وإن كان بعدها يعني وإن كان طواف الصدر بعد أيام النحر فعليه دمان. فعليه ايه؟ دمان. ليه بقى دمان؟ رقم واحد لتركه الصدر
لتركه طواف الصدر لتحوله إلى الزيارة، لتركه الصدر لتحوله إلى الزيارة، ولتأخير الزيارة. يبقى لترك الصدر ولتأخير الإيه؟ ولتأخير الزيارة. ماشي يا مولانا؟ كل هذا إن طاف للزيارة إيه؟ جنبا. طيب، وإن طاف للزيارة محدثا ثم طاف للصدر في أيام النحر انتقل أيضا للزيارة وعليه دم لترك الصدر، إلا إن طاف له ثانيا خلاص بيسقط الدم. نفس الحكم، مفيش جديد هنا. في حالة الإحداء حدث عن حالة الجنابة. وإن كان طاف للزيارة محدثا، هقول تاني، وإن طاف للزيارة محدثا ثم طاف للصدر في أيام النحر، في أيام الإيه؟ النحر. يعني برضو هنا في تفريق بين الطواف للصدر في أيام النحر وبعد أيام الإيه؟ النحر. لكن اللي هيترتب على هذا التفريق مختلف. في الحالة الأولى ما اختلفش، لكن في الحالة الثانية هيختلف، اللي هو إيه بقى؟ إن طاف للزيارة محدثا ثم طاف بعده طواف الصدر في أيام النحر، إيه اللي بيحصل؟ بينتقل الصدر إلى الإيه؟ إلى الزيارة. ويبقى عليه إيه في هذه الحالة؟ عليه دم. عليه إيه؟ دم. ليه؟ لتركه طواف الصدر، لأنه بينتقل، فيبقى كأنه ما طاف طواف الصدر. لغاية هنا عادي برضو، نفس الإيه؟ الجنابة. واضح؟ طيب، وإن حصل بعد أيام النحر، يعني إن طاف للزيارة محدثا ثم طاف للصدر طاهرا ولكن بعد أيام الإيه؟ النحر، قال لك لا ينتقل، يبقى دي الحالة الوحيدة اللي ما بتنتقلش فيها أشواط الصدر لأشواط الإيه؟ الزيارة، لا ينتقل. خلاص؟ ده الجديد بس الوحيد. إنما أنت لما تفهم لا ينتقل تفهم الحكم الذي بعدها. هيبقى عليه إيه بقى لو لم ينتقل؟ لا، طواف زيارة استثمار. هيبقى طواف الزيارة محدثا فعليه شاه. ما هو مش هتنتقل، يبقى ما علوش حاجة بالنسبة لطواف الصدر لأنه لا تنتقل. يبقى طواف الصدر كده تمام. لكن بقي أنه طواف الزيارة إيه؟ محدثا. فده عليه إيه يا مولانا؟ عليه شاة. خلاص كده؟ لماذا بقى لا تنتقل؟ أنا لا أعلم، ما أعرفش، يعني مش حاضر في ذهني الآن لماذا لا تنتقل الإيه؟ الأشواط في هذه الحالة إلى إيه؟ الزيارة. واضح يا مولانا؟ إيه لعل والله أعلم. نعم؟ ممكن تأخره. كأنه إذا حصل، أنت أعلم، إذا حدث محدثا كأنه صح يعني، أما الجنب هذا هو قطعه من أصل. ما هو ببركة قولي لا أعلم الله سبحانه وتعالى يفتح. تمام؟ ما هو أنت ما تقول لا أعلم يبقى أنت بتتخلى وبتتبرى من حولك وقوتك، فربما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. فأنا قلت لا أعلم ثم حضرني الجواب وهو ما قاله أخونا، اللي هو إيه بقى؟ إحنا قلنا إنه لو طاف جنبا تجب عليه الإعادة، لو طاف طواف الزيارة جنبا تجب عليه الإعادة، وإن طاف محدثا حدثا أصغر يندب له الإيه؟ تندب له الإيه؟ الإعادة. فلذلك لما كانت الإعادة واجبة ولم يفعلها وطاف طواف الصدر فينتقل ما في طواف الصدر للواجب، لكنه في حالة النفل لا ينتقل إيه؟ إليه، والله أعلم. واضح؟ بعبارتك أنت قلت إن هو كأن الطواف وقع إيه؟ صحيحا في حالة الحدث، فخلاص ما فيش حاجة تنتقل إليه. إنما الطواف الثاني كان كلامك يعني هو غير دقيق، يعني اللي هو ايضا الطواف الثاني وقع ايه؟ صحيح. حتى الطواف في حاله الجنابه ايضا يقع ايه؟ صحيحا. لكن هي العبره في ايه؟ في الوجوب وفي الندب، ان الاعاده واجبه في حاله الطواف جنبا ومندوبه في حاله الطواف ايه؟ محدثا حدثا اصغر. فالواجب اذا لم يفعله تنتقل الاشواط، اما المندوب اذا لم يفعله فلا تنتقل الايه؟ الاشواط، والله اعلم. واضح يا مولانا؟ ده طبعا برضو فيه تتمة مهمة بالنسبة لطواف العمرة، وهي ايه بقى؟ لو طاف، انتم كتبتم المسألة الأخيرة التي ذكرتها، ان طاف للزيارة محدثا ثم طاف للصدر في أيام النحر انتقل إلى الزيارة وعليه دم لترك الصدر،
إلا إن طاف ثانياً. لا واضحة طبعاً، لأنه لو طاف للصدر ثانياً خلاص معلوش حاجة. طيب وإن حصل بعد أيام النحر، يعني إن حصل طواف الصدر بعد أيام النحر لا ينتقل، لا إيه؟ ينتقل، وعليه دم لطواف الزيارة إيه؟ محدثاً، وعليه دم لطواف الزيارة محدثاً. بالنسبة لطواف العمرة أيضاً، يعني إذا أردتم أن تكتبوا، لو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً واحداً جنباً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً فعليه شاة. يبقى في العمرة ما بنفرقش بين طاف كله ولا طاف أكثره ولا طاف إيه بعضه، ده بخلاف مثلاً طواف القدوم فرقنا بين أكثره وأقله، وفي طواف الزيارة كذلك. إنما هنا بالنسبة للعمرة طاف الطواف كله، طواف العمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً واحداً. أقله ده ممكن يبقى شوط أو اثنين أو ثلاثة، لا شوط حتى ولو شوطاً إيه واحداً، جنباً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً حدثاً أصغر، في كل هذه الأحوال عليه شاة. عليه إيه؟ عليه شاة. ماشي يا مشايخ؟ يبقى في طوافات الحج الثلاثة بنفرق بين طواف وطواف وبين الحدث الأكبر والحدث الإيه الأصغر. أما في طواف العمرة فمتى طاف كل الطواف أو أكثره أو بعضه ولو شوطا واحدا على أي وجه من أوجه الحدث الأصغر أو الأكبر، في كل الأحوال عليه إيه؟ عليه شاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. على الأزهر الله أكبر، رمي الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.